مشاهدي شاشة قناة الشروق الفضائية ومتابعي برنامج ظلال الأصيل في كل مكان، أسعد الله مساءكم وسائر أوقاتكم بكل خير وبركة. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة والأمسية المتجددة بمشاهدتكم ومتابعتكم لنا. فقرات عديدة ومتنوعة انتقيناها بعناية لهذا اليوم، نتمنى أن تناسب أذواقكم وترضيكم. في المساحة الأولى سنتناول الحديث ونتجول في رحاب العلم والمعرفة والحديث عن المخدرات وتأثيرها ومكافحتها. في المساحة الثانية سنتحدث عن اللغويات وعن اللغات المحلية المكتوبة. وفي المساحة الأخيرة سنستريح مع قراءات شعرية من العامية السودانية رفقة ضيف عزيز داخل الاستوديو. أهلا بكم بمشاهدتكم وبمتابعتكم دائما لنا في ظلال الأصيل. I'm
Yeah.